طبعا يعني حتى نكون واضحين للمشاهدين، يعني هن بيطلقوا على المعمودية باسم يسوع على أساس في سفر أعمال الرسل اعتمدوا على اسم يسوع المسيح. وأنا بتذكر في الأراضي المقدسة عند نهر الأردن أنا تقابلت مع ناس وطلبوا مني أعمدهم على اسم يسوع، قلت لهم لا، احنا بنعمد باسم الآب والابن والروح القدس، يعني باسم بالمفرد. هون بنشوف انه مش بصيغة الجمع، ولكن في الكنيسة الأولى في تعليم الآباء بنشوف دايما انه حتى لو تعمد على اسم يسوع، لكن واحدة من الأسئلة خلال المعمودية الكاهن أو القس بيسأل: هل تؤمن بالثالوث الأقدس؟ هل تؤمن بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد؟ فطبعا هذا السؤال كان مهم جدا، ثم يعتمد على اسم يسوع لئلا يكون في مغالطات في هذا الموضوع. نعم نعم، يعني هو انا اعتقد هم بيركزوا على هذه الناحيه، مش موضوع اكرام لاسم الرب يسوع المسيح. دائما للاسف حتى بعض تلاميذهم يعني مغيبين بهذه الفكره، مش اكرام لاسم، لكن لانهم ينكروا الاقانيم الثلاث. هم عندهم مشكله مع الآية اللي في متى 28-19 اللي هي عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، أنه هم لا يريدوا الإيمان بالثالوث، أنه ثلاثة أقانيم موجودة منذ الأزل. وهي النقطة المهمة في سيف نزار، إحنا لما منقول الآب والابن والروح القدس إحنا منقول أنه الآب موجود منذ الأزل، الابن موجود منذ الأزل قبل تجسده، مش كما تقول بدعة يسوع أنه ظهر في التجسد، قبل الأزل موجود، وليس موجود كفكرة، مش موجود كفكرة أو مخطط أو خيال في ذهن الله كان في وقت معين، لكن زي ما بتقول الآية في غلاطي 4: أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فالابن موجود والروح القدس موجود منذ الأزل، وهذا منشوفه في الكتاب المقدس كامل، إنه الآب والابن والروح القدس موجودين في علاقة حية، وعشان هيك احنا بنآمن بالثالوث.